مختلفه، جميع البنود الموجوده على الشارع العام في جامع السلام، دعمت البيوت البلده القديمه وتدقيق في بعض البيوت وتنشيرها، وحرق بعض المحلات التجاريه والابنيه المنزليه حيث تقدر خسائر بالملايين، فكثير من المحلات الورش الصناعيه احرقت بما فيها. اما في حي التضامن، قصف بالطيران المروحي على حي التضامن في الصباح الباكر نجم عن القصف انتعال الابنيه القريبه من شارع الشهداء، وفي المساء عاد النظام بتدقيق البيوت وتفجيرها، وذلك لترهيب الاهالي واعتقال الماره من قبل شبيحه النظام وارتفاع عمليه الدخان جراء الحرائق الناجمه عن عمليات الدهم الهدم. نعم. تكررت عمليات اقتحام المدارس التابعه للامم المتحده والاونروا في المخيمات الفلسطينيه، حيث قامت قوات الاسد باقتحام المدرسه المالكيه واعتقال ما يزيد عن 300 شاب. نعم. والاطفال نفذت عمليه اعتقال متكرره منذ عده ايام مدارس الفالوجه والمنصوره. سيد سلام، جيش النظام عمد في الايام الماضيه لسياسه تهديم البنايات او الابنيه السكنيه، البعض يقول بانه الهدف من هذا التهديم هو زياده تحصين المرأة الامنيه، هل صحيح انه البنايات التي يقوم جيش النظام بتهديمها هي بنايات قريبه من المراكز الامنيه الحساسه للنظام؟ سلام. تهدم الابنيه. شكرا لك سلام محمد، نعتذر عن رداءة الصوت من المصدر. الى رقة الان، حيث استهدفت كتائب الجيش